كابتن بلال الف مبروك. زي ما قال الكابتن اسامه، ضربه الجزاء الضايعه كانت نقطه تحول في المباراه. مين قال لك ان هي هتضيع؟ انت قلت لي صراحه. يعني انا قلت لك ايه؟ مالش هتضيع. ممكن مصطفى ده اللي في العارضه. ايوه. انت قلت لي هتيجي في العارضه. شفت يا كابتن؟ قبل ما تيجي فعلا صح. حبيبي يا كابتن شيري والله. دي هتيجي في العارضه. كنت انت معانا. لا لا بس قال لي كده، قال لي هتيجي جون، قلت له في العارضه. مش بره، قال لي في العارضه. انت ما شاء الله الحمد لله رب. ده ما شاء الله الحمد لله. ربنا ربنا يبارك فيك يا ابني. الف مبروك كابتن. طبعا مبروك لشباب الاهلي النهارده، ناشئين وشباب. فوز معنوي مهم بالنسبه لهم طبعا، اكيد صح. بيكسر حاله التعادلات الكتيره بتاعه الفتره اللي فاتت دي. مظبوط. وبتكسب فرقه المفترض ان هي فرقه عندها عناصر لعيبه جيده. مفترض فريق تيمبي عنده اكتر من لعيب امكانياتهم جيده، عندهم اثنين لعيبه من الاثنين لعيبه المرشحين هم يلعبوا في انديه كبيره، ايبوكا وشلبي، فوزي لعيب برضه، والباك رايت لعيب، عندهم اكتر من لاعب. يعني نعتقد ان هم ممكن يكون فيهم امكانيات وقدرات جيده يعني. صح. النهارده برضو من الحاجات اللي بنثني عليها وبكمل في كده، الاداء الدفاعي لمنظومه النادي الاهلي. المباراه العشرة بالظبط على التوالي مفيش اهداف. الاداء الدفاعي لمنظومه النادي الاهلي، المنظومه الدفاعيه الحقيقه جيده جدا جدا. يمكن احنا ممكن نختلف مع سوارش في حاجات كتيره جدا، لكن دفاعيا يعني الراجل بيعمل شغل يعني الحقيقه أكثر من رائع. 10 مباريات ما بيدخلش فيك هدف. مظبوط. مين بقى الحارس؟ مين المدافعين اللي بيلعبوا؟ بيغير في مين؟ لكن واضح الشكل الدفاعي بتاعك بتشتغل فيه بشكل كويس جدا، واضح إن هو مركز على الحتة دي بشكل رائع جدا 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 يعني. النهارده أي فرقة بتلعبها من العشر فرق اللي فاتوا ما بيدخلش فيك هدف، بالعكس الفرص المحققة للأهداف يعني قليلة. تمام. يعني انت ما راحش عليك يعني، حتى الكره النهارده طلعها شوبير وانقذها برضو اوف سايد. تمام. البنالتي يعني لو شرقيه هدي شويه كان ممكن يطلع بيها بره، يعني قله خبره فاهم. بالظبط يعني فاهم. يعني بس هو عامل مش وحش، ماتش رائع جدا جدا يعني بالزبط. من اللعيبه الجيدين النهارده مع رامي ربيعه. ممكن مع الاستمرار خد بالك، لان حته الـ السنتر باك دي مختلفه شويه يا كابتن ايمن عن الفرود وعن نص ملعب، بتبقى محتاج تركيز شديد جدا طول الماتش. اي خطا دي رقم واحد. رقم تبقى قلقان كتير جدا جدا جدا، لان الخطا فيها يكلف كتير جدا جدا جدا. فالمنظومه الدفاعيه بتاعه الاهلي جيده. رامي ربيعه النهارده مادي برده مباراه جيده جدا. صحيح. جدا جدا. الشكل الدفاعي بتاع النادي الاهلي الحقيقه والوقفه لا. بتاعته بص ادي ممكن تجيبها لنا من الاول، معلش ممكن تجيبها لنا، لان الكره كانت في رجل امبي لعيب امبي، دي بداية الهجمة كابتن اللي جاب منها جول. ماشي كمل نكمل. ماشي. بص التنظيم الدفاعي زي ما قلت يا كابتن فعلا جيد جدا. طب كل واحد بص خطف الكورة، اتنين لعيبة مع اتنين لعيبة قدامهم بالزبط. تلات لعيبة تانيين وبتضغط كويس في نص الملعب. خد بالك النهارده في استرجاع كتير للكورة يعني، خاصة في الشوط التاني. خد بالك في لعيبة كتيرة جدا جدا. التحول اللي حصل برضو النهارده في الجول ده باربع لعيبة، تحول رائع الحقيقة. يعني انك تتحول من الدفاع لهجوم بالشكل ده، ده تحول جيد برضه، يحسب برضه يعني للمدير الفني، لان هو اشتغل على الحته دي يا كابتن. هو شغال على الحته دي بقاله فتره كبيره، ان هو يامن دفاعاته بشكل جيد جدا جدا، بحيث ان هو ما يدخلش فيه اهداف وما يتعرضش خد بالك لفرص خطر. ما صح. دي الاهم، انك انت ما تتعرضش لفرص خطر، وبالتالي تبتدي تشتغل على الحته الثانيه بقى، الحته الهجوميه، ودي اللي اتكلمنا عليها في بدايه. ده التحول من الهجوم خصوصا بعد ايه؟ بعد ضربه الجزاء المهدره. طبعا خالص. خد بالك انت في احنا عندنا في التنس في حاجات اسمها التيرنينج بوينت يعني. خد بالك عندنا في التنس، ما هو ما هو صاحب ملعب صاحب ملعب التنس عندنا في فرنسا. بما ان انا لعيب تنس محترف يعني يا كابتن، انا داخل بطولات على بس بص الكره دي يا كابتن بالله بصفتك لا نجاحها تاني. هو احمد عبد القادر كان يتصرف التصرف ده ولا يلعبها للراجل المواجه اللي جاي؟ الافضل انه يلعبها للمواجه طبعا. الافضل. ايوه. بس عارف عبد القادر يعني عايز ايه؟ يعني عارف يفنن ويلعب ويتمزج، وكسبان 1-0 برضه خد بالك تفرق، يعني دي لو متعادلين اعتقد كان هيبقى بسيط. لا دي كانت 0-0 يا كابتن.
والله في الدقيقه 68 يبقى كان لازم يبصيها. يبقى كان لازم يبصيها. الفني ما كانش في التوقيت ده يعني، كان المفروض الفني ياجله شويه. بص عبد القادر لعيب كويس لكن ما بيلعبش السهل يعني، محتاج يلعب السهل شويه. تمام، محتاج يعني كره زي دي لو انت تلعب في ماتش كبير محتاجه طبعا. تمام، وجالك فرصه بالشكل ده وتصرفت فيها بالشكل ده اعتقد تتلام. لا مش ممكن تخرج بره الملعب. انا لو انا مدير فني اخرجه بره الملعب يعني عشان ندي كل حق لحقه. انا النهارده لو بلعب مباراه مهمه بالنسبه لي، فاينل او ماتش هيكسبني دوري او او او، والكره اتلعبت بالشكل ده، خاصه انك وقفت على الكوره كمان، فعندك المساحه وعندك الزمن انك تشوف اللاعب اللي جنبك، وعملتها بالشكل ده اعتقد. انت قلت عايز تدي كل ذي حق حقه يعني، دي يتلام عليها احمد عبد القادر 100% 100%. واعتقد ان المدير الفني في الكره دي اعتقد من بره لو جبت الرياكشن بتاع المدير الفني هتلاقيه يعني زعلان ومتضايق، لان فرصه محققه للتهديف يعني، دي فرصه بنسبه 120%. مش هقول لك بقى 80 90 70 لا، ده انا بكلمك فرصه بنسبه 120%. مزبوط. وعملت الكوره، عملت الاولانيه حلوه قوي، لا كمان الـ يعني عملت اللي بيسموه الكاونتر اتاك، عملته بشكل رائع جدا، تحول مظبوط قوي زيه زي الجول. خد بالك برضو دي نفس ثاني او ثالث كره تتعمل النهارده بالشكل ده، انك اتحركت بسرعه، اتنقلت من حته دفاعيه لحته هجوميه بسرعه شديده جدا، ووصلت ده شغل مدير فني اكيد. بس عشان ندي كل دي حقا حقه زي ما انت بتقول. اكيد اكيد، ما انا بقول لك الحته الدفاعيه، القفله الدفاعيه، التنظيم الدفاعي ده شغل مدير فني قاعد بيشتغل. التحول ده برضو شغل مدير فني بيشتغل، فهو بيجيد في الحته دي سوارش. بس خد بالك انت ممكن في ماتش زي ده تشتغل على بالشكل ده، لكن انت في معظم الماتشات عايز، لا عايز انت اللي تستحوذ، انت اللي تبقى راكب الجيم، مش عايز انت اللي تدافع وتبتدي تتحول. ماشي. في بعض الماتشات ما انا هقول لك خد بالك دي. احنا عشان دي بس يعني الناس هتقول لك حلو قوي والدفاع والكاونتر اتاك حلو في بعض المباريات. ايوه، لكن في اغلب الماتشات صح انت محتاج تبني. بس ما هو برضو انت بتلعب بمين؟ ما انا بقول في يعني بعض الماتشات يا كابتن اهو، فكرها في بعض الماتشات الشغل ده يعني الشغل ده مناسب للنهارده امبي، مناسب للاسماعيلي في الماتش اللي فات. ايوه، مناسب بالتركيبه والتوليفه بالزبط اللي موجوده عندك دي، ده افضل سيناريو تشتغل بيه. تمام، انك تقفل كويس. تمام مظبوط.